بهذا الفيديو جايبين اهداف مباراة سوريا والكويت حاليا باذن الله. بعد ثواني فقط راح نشوف الاهداف كاملة باذن الله. التحليل كالعادة راح ننزله على قناتي الثانية اللي اسمها على اليوتيوب الرسمية. ولكن كالعادة قبل ما نبلش باي فيديو بهالقناة لازم نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حط لايك اهم شيء لهذا الفيديو مشان يوصل لاكبر عدد من الناس. خلونا نشوف الاهداف سوية. الثاني للكويت حرام والله حرام. خلص الشوط الاول حرام والله حرام. اخر ثانية جول ثاني اخر ثانية يا زلمة. اكتبوا في الكومنت جول ولا برا؟ يلا يا سوما يلا يلا يا سوما يلا بالسوم. والله صدق والله حرام.